الكاتب الصحفي مساعد العبدلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ مساعد، شكرا وجودك معنا في ام بي سي في أسبوع. هل ما نشهده حاليا نستطيع تسميته بتغيير جذري للرياضة السعودية؟ مساء الخير زميل علي، مساء الخير زميل علاء، ومساء الخير لمشاهدي ام بي سي وتحديدا ام بي سي في أسبوع. شوف زميل علي، اللي قاعدين نشوفه اليوم طبعا يمكن التغيير في علم الإدارة دائما أحيانا يكون التغيير لمجرد التغيير أمر إيجابي، فما بالك إذا كان التغيير للإصلاح ولمحاربة شبهة الفساد، فأكيد بيكون التغيير الآن مطلوب. المجال الرياضي ربما من أقل المجالات اللي نالها حراك تغيير في الفترات السابقة. اليوم الحراك قوي ومستمر وتارك أثر كبير في الوسط الرياضي، بل حتى في الوسط غير الرياضية، يعني في تفاعل كبير من الفئات الغير رياضية مع الحراك الإيجابي اللي قاعد يصير في الوسط الرياضي. ما في شك أنه حراك إيجابي متواصل قوي مؤثر ما اعتدنا عليه في الوسط الرياضي، ودفعنا احنا ككتاب الآن إلى أن احنا نكون، يمكن احنا كنا أول مغبوطين أنه سقف الحرية عندنا عالي، اليوم أعتقد سقف الحرية بيكون أعلى، لأنه الآن أصبح متاح لنا أن نتحدث أيضا في أمور الفساد وشبه الفساد. وإن كنت أركز دائما على نقطة أنه أغلب القضايا منظورة، يجب أن لا نستعجل في الحكم على من هم متهمين في القضايا، لأن بالأخير هي قضية منظورة، يعني أتكلم عن شبه الفساد. أما تكلم عن موضوع التغيير، فأعتقد أن أغلب التغييرات إيجابية، تحركات تركي آل الشيخ، يعني الأغلبية، دائما أحب أن أقول الجميع، لكن الأغلبية أعتقد تفاعلوا مع القرارات الإيجابية اللي الهدف منها زي ما قلت لك الإصلاح أولا ومحاربة الفساد إذا وجد هذا الفساد. طيب أستاذ مساعد، يعني بما أنك أتيت على ذكر الفساد، يعني فتح ملف الفساد في الإدارات السابقة من تزوير وأيضا تجاوزات إعلامية وإدارية وتخطي المرجعية وخلافه، كيف ينعكس على المرحلة القادمة في الرياضة السعودية؟ خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن ينعكس المرحلة المقبلة، نتكلم كيف انعكس على المرحلة الماضية والحالية. يعني ما يحدث اليوم من حراك في قضية الفساد هو من أجل تصحيح سلبيات حدثت في الماضي واستمرت حتى الآن، وأتكلم عن ديون الأندية الباهظة جدا، وإن كنت لا أتكلم عن الجميع لكن الأغلبية من الأندية السعودية تعاني من ديون معظمها ليس بسبب الفساد ولكن أحيانا بسبب سوء الإدارة المالية من قبل بعض إدارة الأندية. الانعكاس المستقبلي بالتأكيد سيكون إيجابي للغاية، بشرط أن يتم متابعة هذه القرارات التي اتخذت من الهيئة وتكون هذه القرارات مفعلة على أرض الواقع. ودائما أنا أقول أنه القرارات اللي قاعدة تتخذ اليوم في المجال الرياضي ترى لا تعنى فقط في المجال الرياضي، بل هي القصد منها إياك يعني واسمعي يا جارة، ستمتد لكل الفئات حتى الفئات الغير رياضية. المهم أن يتم التصحيح في المجال الرياضي، وإذا كان هناك شبهة فساد في مجالات أخرى غير الرياضة سيطالها التصحيح مثل ما وعد الأمير محمد بن سلمان. طيب، يعني بالحديث عن التغيير أستاذ مساعد، البعض يتحدث عن تاريخ جديد يسطر للكرة وللرياضة السعودية بشكل عام. بعض الناس الآن يحاول أن يعمم هذا التركيز على المجال الكروي لدينا وهو الأكثر شعبية على جميع الرياضات لدينا في الرياضة السعودية أيضا. بالعكس، شوف المتابع هي بداية التغييرات، شملت بالفعل كرة القدم، وإن كانت لم تخصص في كرة القدم، لأن إدارات الأندية لا تعنى بكرة القدم فقط، إدارة الأندية تعنى بكل النشاطات التي تندرج تحت النادي، لكن الناس دائما مهتمة بكرة القدم، أو أغلب شبه الفساد أو التزوير اللي أثير حولها مثل هذه القرارات كانت تتعلق بكرة القدم. لكن المتابع للتغييرات اللي تمت بعد ذلك يجد أن المعالي الأستاذ تركي آل الشيخ يمشي في خطين متوازيين، كرة القدم كلعبة شعبية أي قرارات فيها تحدث صدى، والقرارات الأخرى يعني لو تتابع ما حدث من استبدال لبعض رؤساء الاتحادات الرياضية يعطيك انطباع أن معالي الرئيس معالي الأستاذ تركي آل الشيخ غير راضي عن إنتاجية هذه الاتحادات، وبالتالي تم استبدال رؤساء الاتحادات. أيضا تم استحداث اتحادات جديدة، ولو تركز معي في الاتحادات المستحدثة جديدا تجد معظمها يركز على رياضة الذهن، وهذا أيضا يعني مسايرة للزمن الحالي اللي احنا نعيش فيه المعتمد على التكنولوجيا والرياضات الذهنية. في أمر آخر مهم، التوقيع اتفاقيات الملاكمة للشطرنج، إذا التغيير أو حتى خلينا نسميه مسمى التطوير، التطوير قاعد يسير في عدة رياضات وليس فقط في كرة القدم.
جميل. وأيضا يعني التغييرات تحمل التقدير بشكل أوسع أيضا، يعني رأينا تجاوب وتعاطي تركي آل الشيخ مع التميز والمتميزين الذي ظهر جليا مع نادي الهلال عند بلوغه نهائي القارة، وأيضا مع رياضات أخرى حتى طبعا بعيدا عن الأندية حتى مع المنتخب السعودي. كيف تقرأ هذا التقدير وانعكاسه على النوادي، على المنتخب، على نفسية اللاعبين وعلى كل من يعني يهتم بالشأن الرياضي في المملكة؟ شوفي زميل علاء، خليني ارجع لما قاله معالي الاستاذ تركي آل الشيخ، قال انا ما اشوف امامي سوى سيفين ونخله، كانه يعني انه التصحيح سيشمل الجميع، وبالتالي التحفيز والتكريم سيشمل الجميع، بمعنى انه اي شخص يحقق انجاز باسم الوطن سينال التكريم والتقدير، ليس فقط التكريم المعنوي لكن اليوم التكريم المالي، والمالي الضخم جدا. فبالتاكيد ما يحدث اليوم من دعم للهلال في البطوله الاسيويه سيحفز الانديه الاخرى وسيحفز الرياضات الاخرى، ليس فقط في كره القدم بل ايضا في بقيه الرياضات. المهم اليوم انه ما حدث من حراك في المجال الرياضي، انا متاكد ان الانديه التي ليس هناك شبهة ولكن تخشى أن يكون مستقبلا أصبحت تتحرك بإيجابية، خشية أن خلينا نقول يجتاحها هذا الموج العالي، السقف جدا موج عالي من قبل الأستاذ تركي آل الشيخ، قد يغير الكثير من مفاهيم الرياضة في السعودية. وأنا بعطيك لأني أنا قريب الآن من الوسط الرياضي، في الوسط الرياضي الكل اليوم أصبح يتحدث عن الحراك وعن التغييرات، يعني الأغلبية اليوم نسوا ماذا يحدث في الدوري، من هو المتصدر، ما هي نتائج المباريات. أصبح حديث المجالس الرياضية السعودية هو ما يحدث اليوم من قرارات، لأن معظم هذه القرارات، لا نقول جميعها لأنه لا يمكن نقول كل شيء إيجابي، لكن معظمها إيجابي وإيجابي جدا، وأي قرار دائما يصب في مصلحة الإصلاح ومحاربة الفساد هو في النهاية قرار إيجابي سيجد الدعم والمساندة من قبل الجميع. طيب أستاذ مساعد، يعني الآن بعض الناس قد يعيب من غير فهم لكثرة القرارات التي وردت في الرياضة السعودية في المرحلة الأخيرة، بينما لا يستشف ولا يستقرأ أنها هي تراكمات لما حصل في السابق، ويراد منه أيضا التعديل ومحاولة أيضا تغيير هذه المفاهيم القديمة لاستقراء الرياضة، للتقدم بالرياضة، لمحاولة تطوير الرياضة لدينا. صحيح زميل علي، يمكن أنا قبل عدة أيام كتبت مقالة في صحيفة الرياضية عن تحت عنوان عطنا يا تركي فرصة، وقلت انه احنا في الكتاب اليوميين نبحث دائما عن فكرة المقالة حتى نكتب مقالتنا، لانه المقال يومي، ولكن في المجال الرياضي تحديدا كنا ننتظر فترة طويلة حتى نجد مقال او فكرة تستحق ان تطرح المقالة عنها. بينما منذ تولي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ مهمة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والقرارات متتالية جدا إلى درجة أنه لا نجد الوقت للكتابة عن قرار واحد، مع أن كل قرار ربما يحتاج مقال أو مقالين، لكن طالما رأى أنه الأمور هذه تحتاج إلى تعديل وتعديل سريع جدا، فهو اتخذ القرارات بشكل متتالي وبشكل سريع، لأنه يشعر ونحن معه أيضا نشعر أنه كل تأخير في عدم اتخاذ القرار قد يؤدي إلى المزيد من السلبيات التي يصعب لاحقا معها اتخاذ قرارات التعديل. أنا أعتقد أن كل القرارات، وأقول كل اليوم كل القرارات التي اتخذت كان يجب أن تتخذ، وإن كان التوقيت يختلف من قرار إلى آخر، المهم أن يتم متابعة هذه القرارات تنفيذها على أرض الواقع. ولو ترجع المؤتمر الصحفي اللي عقد للمعالي المستشار تركي آل الشيخ مع رئيس اتحاد كرة القدم، كان تحديد بأن اللجنة الفلانية لمدة 30 يوم أو هذه 30 يوم عليه أن يتابع هذه الأمور حتى بالفعل يعني تكون قرارات منطقية وتطبيق وقابل للتطبيق. وهذا ما أعتقد، لأنه أعتقد أنه في مؤتمر صحفي خلال هذا الأسبوع سيكون لمناقشة ما تم من قرارات اتخذت خلال الفترة الماضية. علينا أن نتابع هذه القرارات حتى يكون تطبيقها على أرض الواقع، صحيح. وحتى من يعني يفكر في الخروج عن المسار يعلم أن هناك قرارات صارمة ستلحق به. يعني ما من شك بأنه حجم هذه القرارات وتوقيتها كان يتطلب جرأة كبيرة، وهذا ما هو واضح يعني وانعكاسه على المرحلة الماضية كما أنت قلت، والمرحلة الحالية وحتى المقبلة، يعني غدا لنظره قريب. لكن دعني أسألك
كيف انعكست هذه القرارات على الجمهور السعودي الذي عرف عنه بأنه متعصب نوعا ما كرويا؟ اليوم كيف أصبح تعاطي الجمهور الرياضي لهكذا قرارات؟ خلينا نتكلم عن نوعين من الجمهور. الجمهور اللي في المدرجات للأسف ما زال محجم عن حضور المباريات، واتمنى من معالي المستشار تركي آل الشيخ أن يشكل لجنة فعلية لدراسة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات، وهذا جانب مهم، لأن من أهم أسباب نجاح منافسات كرة القدم حضور الجماهير اللي لا يحدث اليوم في ملاعبنا. هذا جانب. أما إذا نتحدث عن الجماهير الرياضية التي تتواجد في المجالس وفي الاستراحات وفي المنازل، ما لمسته على الأقل من المحيطين فيني أو من الأصدقاء ومن الزملاء، الأغلبية متفاعلة بشكل إيجابي أن معظم هذه القرارات تصب في مصلحة عامة ولا تفرق بين نادي جماهيري أو كما يسمى نادي كبير ونادي غير ذلك، لا يفرق بين شخصية اعتبارية ترأس نادي وشخصية غير ذلك، الكل سواسية، وهذا ما أكد عليه تركي آل الشيخ في أكثر من مناسبة. وأعتقد بالفعل ما نلمس اليوم من قرارات يؤكد أن التصحيح يشمل الجميع طالما هناك ما يستوجب التصحيح. طيب أيضا أستاذ مساعد، يعني بالحديث عن هذه الرياضة وبالحديث عن هذا العهد الجديد الذي نحن بصدده الآن، بما أنها تلاشت كل الاعتبارية خلينا نسميها في مناقشة المواضيع الرياضية ومناقشة الشخصيات الرياضية ومناقشة القضايا الرياضية، الآن ما الذي يمكن أن تكون عليه الرياضة السعودية مستقبلا؟ هل هي نظام المخطئ يحاسب، الكفو أو المتميز أيضا يكافأ؟ كيف ستكون؟ شوف طبعا خلينا نتكلم زي ما علي، إحنا نتكلم الآن عن مسار، هذا المسار نقول حاد أو مال عن طريق الصحيح، نتيجة تعصب ونتيجة عدم رقابة ونتيجة ضعف ربما في القرار الرسمي. عندما يأتي المسؤول القوي ويتخذ القرارات الصحيحة لتعديل هذا المسار، بالتأكيد نحتاج فترة من الفترات، يعني خلينا نقول يعني فترة بسيطة حتى نسلك الطريق الصحيح. بعد كذا نعود إلى التنافس الرياضي الشريف، يعني الرياضة هي بالنهاية تنافس شريف، ما بشك أنها فيها بزنس وفيها صناعة وفيها اليوم نتكلم عن احتراف، لكن طالما الأنظمة واللوائح وبعض الإدارات يعني حادت عن الطريق الصحيح، لا يمكن أن نصل إلى الهدف المنشود وهو الرياضة التنافسية الشريفة المصنوعة. أعتقد ما سيحدث في الفترة الحالية هو حراك وحديث حول هذا الحراك وتساؤلات على إيجابيته. متى ما كانت هذه القرارات كلها إيجابية سنكون في الطريق الصحيح اللي نصل فيه إلى مراكب الدول المتقدمة عالميا لتعيش بالفعل رياضة تنافسية شريفة ورياضة احترافية حقيقية. حنا أعتقد تأخرنا كثير عن الركب، اليوم مع هذه القرارات اللي تجد الدعم من قبل الوسط الرياضي سنصل إلى ما نصب إليه وهو رياضة تنافسية شريفة. طيب محترفة. بالحديث عن التنافسية وبالحديث على أننا تأخرنا كثيرا وكثيرا، عندما أقول كثيرا كثيرا عن الركب، ماذا عن الخصخصة؟ سؤال جميل جدا. جزء من الموضوع يتعلق بالخصخصة، الوضع الحالي اللي احنا نعيشه في الرياضة من ديون ومن غياب جماهير في المدرجات ومن غياب لسياسة الأندية التي يجب أن تكون عليها، كل هذه الأمور لم تكن تشجع على الخصخصة، عشان كذا احنا تأخرنا على الخصخصة. وأنا يمكن بحكم تخصصي، أنا رجل اقتصاد ولكني أكتب في المجال الرياضي، سئلت كثير عن موضوع الخصخصة ربما من 20 سنة مضت، وأنا أقول أنه لا توجد البيئة المناسبة في الرياضة السعودية ولا حتى في المجتمع السعودي لتطبيق نظام الخصخصة، لأن بالفعل كان انحراف كبير على صعيد الموازنات الأندية، على صعيد الفكر الجماهيري، على صعيد الوسط الرياضي بشكل عام، على صعيد الفكر الإداري اللي يقود الأندية. عندما جاء معالي المستشار تركي آل الشيخ وربما أن هناك بالفعل تفعيل لفكر الخصخصة، كان لابد من تصحيح ما يتعلق بالخصخصة تحديدا على صعيد الديون، تحديدا على صعيد محاربة الفساد، الإصلاح الإداري. عندما يتم إصلاح هذه الأمور خلال 4 أو 6 أشهر، وعلينا ألا نتسرع اليوم في الخصخصة، طالما احنا بدأنا خطوة الإصلاح الإداري وخطوة محاربة الفساد من أجل القضاء على الديون من أجل إبعاد الفساد، ليس مهم أن نبدأ بالخصخصة خلال 4 أو 6 أشهر، لأن احنا بالفعل انتظرنا كثير حتى نقول خصخصة السنة المقبلة، لكن دون خطوات تقودنا للخصخصة. اليوم بدأنا نصحح
السلبيات الموجودة التي تقودنا إلى الخصخصة. لا يمنع أن نتأخر قليلا في الخصخصة طالما هذا التأخير هو من ضمن خطوات الإصلاح والتصحيح اللي تقودنا الخصخصة. أنا أعتقد أنه إذا استمرت هذه القرارات الإيجابية التي تتخذ خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية أو الشهرين الماضية واستمرت خلال الشهرين المقبلين بتنفيذ فعلي ودقيق، وأكد لك أنه خلال عام أو أقل حتى ممكن هذه الأندية أن تكون قابلة للخصخصة. جميل. يعني دائما ما يكون الحديث عندما نتكلم عن الرياضة عن كرة القدم ربما معروف بأنه هي الرياضة الشعبية الأولى وهي يعني تملكت قلوب السعوديين، لكن كيف تقرأ أيضا اهتمام اليوم تركي الشيخ في مجالات أخرى منها الملاكمة، يعني توقيعه على استضافة نهائي بطولة محمد علي كلاي للملاكمة، كيف تقرأ هذا الاهتمام في مناحي أخرى؟ هل الآن يعني هو دور الاهتمام أيضا في رياضات أخرى في المملكة العربية السعودية وليس التركيز فقط على كرة القدم؟ بالتأكيد، وأنا قلت قبل شوي يمكن أنه الحراك الإيجابي اللي قاعد يصير أنه قاعد يسير في خطين متوازيين، خط مواصلة الاهتمام في كرة القدم بحكم أن اللعبة الشعبية الأولى، وأيضا البدء في الاهتمام بالرياضات الأخرى، وأثرت من ضمنها استضافة نهائي الملاكمة على كأس محمد علي كلاي، وأيضا استضافة منافسات عديدة في لعبة الشطرنج. أبعد من ذلك ما تم تأسيسه من اتحادات رياضية جديدة، بمعنى أنه لم يقف الأمر على الاتحادات الرياضية القائمة اليوم، بل ذهب إلى تأسيس اتحادات جديدة تعنى برياضات الذهن. أيضا ما يعني أن كل هاوي لأي لعبة أو رياضة في المجال الرياضي يستطيع اليوم أن يجد له اتحاد يحتويه، لأن هناك على فكرة رياضات غير تنافسية، هناك رياضات ممارسة، يعني يحب أن يمارس هذه الهواية. اليوم موجود اتحادات كثيرة تعني بهذه الرياضات. إذن الحراك اللي قاعد يصير اليوم هو معنى بكرة القدم وبرياضات أخرى، بالعكس هناك رياضات أخرى لم تخطر ربما على بال الرياضيين. نعم. تم تأسيس اتحادات رياضية تعنى بها. نعم. وإحنا بدورنا اليوم سنسلط الضوء على جانب آخر لعل المسؤولين يشوفوه يهتموا فينا، وطبعا بالتأكيد استغلال وجودك معنا أستاذ مساعد في موضوع يعني له علاقة، نتمنى تضلك معنا لكن سنتجه إلى ابقى معنا أستاذ مساعد، فلذلك احنا نحاول نكسب وجودك معنا ونكسب ايضا مثار للنقاش في هذه القضايا الرياضية. نبقى ايضا في الرياضة لكن هذه المرة مع نادي الفروسية في جدة، واللي شهد عبر تاريخه العديد من السباقات الشهيرة حتى أصبح قبلة لعشاق هذه الرياضة، خاصة في أيام الإجازات الأسبوعية. طبعا هذا الكلام كان في الماضي، لأنه اليوم أصبح يعاني من الإهمال الكبير وعدم الاستفادة منه للأسف. لذلك من واقع مسؤولياتنا احنا تجاه هذه الرياضة، زميلنا نزار العلي رصد لنا حال هذا النادي في هذا التقرير، ومن ثم لنقاشنا بقية نتابع. ثلاثة عقود مرت على تأسيس نادي الفروسية في جدة كانت كفيلة بأن يتدهور الحال في هذا النادي حتى وصل إلى هذا المنظر من انعدام تام للبنية التحتية في النادي والمظهر العام. كل من يمر بجانب النادي الفروسية اللي هو الواقع طبعا في طريق أسفان يعني يشوف فقط أسوار نادي حقيقة، يعني المنظر مؤسف، والتكلفة اللي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله آنذاك كان هو ولي عهد، يعني أعطى تقريبا مساحة 1,000,000 متر مربع للنادي وأعطى اهتمام كبير، لكن تحديدا نادي الفروسية في جدة كان صراحة مهمل بشكل كبير. حتى المنظر الخارجي للنادي يعني ما يعطيك أنه في هذا نادي فروسية بنيته التحتية قوية، بني على متابعة آنذاك من الحكومة. وضع النادي الآن مؤسف جدا، يعني مؤسف حقيقة، هو عبارة الآن عن سور فقط لا غير. مقارنة النوادي الخاصة التي أصبحت محطة لمحبي الفروسية بهذا النادي الرسمي أصبحت مجحفة، فهو يفتقر لأبسط الإمكانيات التي تتوفر في الأسطبلات الخاصة، مما جعل الكثيرين يهجرون نادي الفروسية الرسمي بلا عودة. تنقصنا أشياء كثير بصراحة، يعني زي مثل المستشفى، إحنا نفتقد المستشفى
في المنطقة الغربية كاملة، ما في أي مستشفى للخيل العربية، نضطر نرسل خيلنا لبرا لمدينة الرياض. أحيانا يكون عندك خيل تعبانة، خيل مريضة، من بعد المسافة ما نقدر نوصل، حتى ممكن ما نلحق، ممكن نفتقد الخيل هذه في الطريق. سباقات في منطقة مكة المكرمة مدينة جدة، يعني أنا أشوف أنه الجوائز فيها ضعيفة جداً، وأشوف كمان أنه كنادي يعني يفتقر إلى خدمات كثيرة جداً مقارنة بنادي الفروسية مثلاً في الرياض، فرق شاسع. المفروض أنه يكون في نادي أفضل من كذا، في زراعة، في تشجير، في تطور أكثر من كذا، خاصة لما يكون في إعلام، في تلفزيون، في بطولات كبيرة. ولكن للأسف الشديد يعني نشوف أرض جرداء ونشوف خيل بتركض، هذا اللي بنشوفه صراحة. في نادي الفروسية اللي موجود هنا يعني بالنسبة للخيل العربية تنقص أشواط كثير، يعني ما بصراحة خلينا نتكلم، أشواط الخيل العربية في نادي الفروسية مهضومة شوية عندنا. أفضل إن أنا أشارك في الرياض ما أشارك في مدينة جدة. نتمنى أن يكون لنا أماكن في نادي الفروسية. من أبسط حقوقنا أن يكون في نادي خاص يعني للاتحاد السعودي للفروسية في المنطقة الغربية أو في منطقة الرياض. يعني الآن الاتحاد السعودي للفروسية لما يقيم بطولات بيقيمها في أندية خاصة، بيضطر أنه يستأجر أندية خاصة وبعلاقات الاتحاد مع الأندية هذه أنه بيقيم فيها بطولات. رغم الاهتمام الكبير بالفروسية في السعودية والدعم الذي حظيت به هذه الأندية، فقد كان هذا النادي منطلقاً لرياضة الفروسية السعودية نحو المشاركات العالمية، لكنه لم يصمد طويلاً في تلك المكانة حتى بات وضعه اليوم يحزن كل محبي الرياضة في جدة. نزار العلي، MBC جدة. نعود إلى ضيفنا من الرياض الكاتب الصحفي مساعد العبدلي. يعني رجعنا لك أستاذ مساعد، يعني ما لا أدري ما هو تعليقك على هذا التقرير، لكن يعني الفروسية بشكل عام أيضا يعني هي محل اهتمام بحسب علمنا من كل يعني المسؤولين في المملكة العربية السعودية. شيء محزن أن نرى هكذا نادي لطالما حقق الإنجازات وديش لبنى اسمه يعني يهمل بهذه الطريقة. هذا شيء جدا محزن ومؤسف، خاصة أنه هذه الرياضة تدخل الملايين أيضا للمملكة العربية السعودية. طبعا تعليقي بيكون مجانبين. الجانب الاول، انا متاكد انه معالي المستشار التركي للشيخ لو شاهد التقرير سيصدر قرار قريب جدا بمعالجه الوضع القائم في نادي الفروسيه في جده. هذا جانب. ابشرك قاعدين يشوفون. الجانب الاخر الاهم بالتاكيد، فتطمن زميل علي وزميل علاء يعني سيصيبهم قرار من القرارات الايجابيه اللي قاعده تصير. الجانب الاخر والاهم بالنسبه لي انا انه اربط الموضوع بموضوع الخصخصه. الى متى نظل نعتمد على الحكومة في دعم مثل هذه الأنشطة؟ بالعكس، نادي مثل نادي الفروسية ترى نادي استثماري جدا ناجح لو تم خصخصات هذا النادي. بمعنى يعني أين شركات الاستثمار القوية جدا من تولي مشروع مثل نادي الفروسية في جدة أو في الرياض أو في أي مدينة من مدن المملكة، بحيث يكون نادي الفروسية هذا قطاع خاص يتم فيه تدريب الأطفال الصغار على ركوب الخيل، القفز، الحواجز، السباقات بمقابل مادي، يعني في ربحية جدا كبيرة. يعني علينا صحيح. أن ننقل قطاع الفروسية اليوم من الحكومة إلى القطاع الخاص، فأربط الخصخصة في الفروسية بما أثرناه موضوع الرياضة بشكل عام. أنا أعتقد أن الحل هو في خصخصة الفروسية مثل ما هو في خصخصة بقية الأندية الرياضية. أتفق معك 100% أستاذ مساعد، ولكن الخصخصة هل مثلا انا في الخصخصه ممكن اجبر ملاك الابل بملاك الخيل باتجاه معين؟ هل ايضا مربي الخيل بامكاني ان احفزهم بطريقه معينه؟ هذه كلها اشياء انا لازم اشتغلها قبل ما ابدا موضوع الخصخصه، خاصه في موضوع الخيل. احنا نعلم انه الخيل ما ينطبق في خصخصته يختلف نهائيا عن خصخصه مجال الكره. بالتأكيد زميلي علي، شوف أنا أتكلم عن تأسيس نادي، خلينا نأخذ نادي الفروسية الموجود الآن في جدة. عندما أبدأ بخصخصة هذا النادي لغير المتسابقين اللي تتكلم عنهم المحترفين السباقات، أنا أتكلم عن إنشاء النادي كقطاع تجاري يكون فيه إقبال. بعد كذا ستجد أصحاب الخيول المخصصة للسباقات عندما يجدون مضمار
ويجدون إقبال جماهيري من خلال المتدربين وأسر المتدربين اللي جوا للنادي، بيكون في إقبال بعد كذا من ضمن من قبل القائمين على أو أصحاب أو ملاك الخيول للسباق. أنا أعتقد أنه عندما يكون لدينا منشأة تجارية مستثمرة بشكل جيد تقبل العائلات والأسر والأطفال والكبار لحضور يعني أو مشاهدة أطفالهم يركبون الخيل، في جانب مضمار آخر للسباق عندما يكون هذا النادي خلية من الحركة وخلية من النشاط وخلية من الاستثمار والتجارة، ليس من الصعب جدا أن تجد مضمار للسباقات يقبل الملاك لإقامة السباق عليه. طب هذا الإهمال هل هو ما يبرر ربما عزوف أو تجنب عدد كبير من المهتمين والمشاركين والرياضيين في المشاركات في تنافسات أو يعني تنافس محلي، خليني أقول المشاركات المحلية، بينما نجدهم دائما يتوجهون إلى الخارجية المنافسات الخارجية؟ هل هذا الإهمال هو مبرر؟ هل غياب الجوائز، هل غياب خلينا نقول المسابقات الكبيرة والتقدير هو السبب؟ بالتأكيد طبعا أنا ماني متخصص بسباقات برياضات الخيل ولها من يتخصص فيها سواء بالحديث عنها، لكن اللي أعرفه على الأقل ولو معرفة سطحية أنه دائما أهم متطلبات سباقات الخيل أو أهم متطلبات الاصطبلات هي البيئة النظيفة جدا للخيل، لأن الخيل حساس من هذه النواحي. صحيح. ما شاهدناه في التقرير. صحيح. لا يمكن أن يساعد أي ملاك الخيول أن يحضروا خيولهم لمثل هذه المواقع، لأن هذا الاصطبل قد يصيب الخيول بالأمراض ويجعلها غير قابلة حتى ليس فقط للسباق ولكن حتى للحياة. ما بشكل البيئة اللي شاهدناها في النادي لا تشجع ليس فقط على السباقات إنما حتى على الحضور للنادي. لابد أن تصحح بيئة النادي وأن يكون نادي جاذب سواء زي ما قلت أنا للمتدربين الجدد أو جاذب لأصحاب الخيول والملاك من أجل السباقات والفرسان طبعا. أنا من باب بالتأكيد من باب مخالطة يا أستاذ مساعد، يعني ولا 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 أتعدى على خبرة أهل الخيول في خيولهم، ولكن ما ألاحظه أنا في الآونة الأخيرة أن العشاق هذا الخيول ومربيها الخيول اتجهوا في الآونة الأخيرة، أنا أتكلم على آخر 3 سنوات، اتجهوا للتخصيب للتلقيح، وكأنه اختصرت هذه الرياضة وهذا الخيل العربي الذي يشاد به من أقصى الدنيا إلى أدناها بتخصيب الخيل العربي، وحصرت رياضتنا للأسف بمجرد أننا نخصب خيول أجنبية. هل هذا وصل المرحلة فينا لعشاق الخيل؟ هل هذا يرضي كل من هو داخل هذا الميدان؟ أنا أعتقد من واقع خبرتي البسيطة أن هذا غير منصف. بالتأكيد هو غير منصف وغير خلينا نقول غير مريح لنا حنا، يعني لأن الخيل ارتبط بالعالم العربي والجزيرة العربية والمملكة تحديدا ارتباط قوي. لكن هذا السؤال ممكن يوجه لملاك الخيول، يعني لماذا بدأ هذا النهج اللي انت تحدثت عنه؟ انا اعتقد انه زي ما قلت لك انا ترى ماني ضليع في موضوع الخيول، لكن ربما اصبح الموضوع تحول اكثر الى البزنس اكثر منها الى الهوايه. يعني الان اليوم الكثير يبحث عن السباقات العالميه بحثا عن الجوائز او بحثا عن الحضور الاعلامي، وتحولت رياضه الخيل من رياضه عشق وممارسه وهوايه اصبحت رياضه تجاريه بحته. اتكلم الان عن ملاك الخيول، لا اتكلم عن الأندية لا زال أنا أطالب بخصخصتها، لكن ملاك الخيول أصبحت نظرتهم اليوم للخيل غير نظرة هواية الركوب وهواية القفز وهواية السباق التنافسي، أصبح لا الموضوع الآن يتعلق بتجارة أكثر منها، إلى درجة أنه زي ما تفضلت يعني يمكن اختلاط الأنسال، تقصد اختلاط النسل بين الخيل العربي والخيل الغير عربي. صحيح. أصبح وارد في كل يعني في كل لحظة، إلى درجة قد نفقد في يوم من الأيام الخيل العربي الأصيل. احنا نشكرك طبعا ونشكر وجودك معنا في البرنامج الكاتب الصحفي مساعد العبدلي، شكرا لك، ونتمنى طبعا المزيد من التقدم والتطور لرياضتنا ولكافة الرياضات لدينا في السعودية. شكرا لك.